باسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل الاوان الى الابد وكل هان. ان سمح ربنا نحاول نكون يعني مركزين وسريعين علشان نكتر خيركم. يعني انا شفت البرنامج وحضرت شويه كده فيعني مقدر خالص اللي انتوا فيه، لكن حاجه جميله جدا ان انتوا كشباب مدين المجهود والتركيز والوقت بالطريقه الدسمه دي. ربنا يحافظ عليكم ويبارك في وقتكم. بسرعه كده لو سمحتوا، محتاج اعرف منكم يعني ايه تخيلكم عن حضور الخادم مننا وسط العالم اللي احنا فيه. يعني لو سالت سؤال بشكل اوضح، لو كل واحد مننا طلبت منه يقول ايه اكتر حاجه من صفات او سلوكيات هو يشعر ان هو شخصيا مهتم يسلك بيها في ظل انه خادم في وسط الدنيا دي والعالم اللي احنا فيه ده، ممكن اسمع منكم كده تاني؟ هقول لو طلبت من كل واحد منكم يقول على اهم حاجه في اعتقاده هو الشخصي كصفه او سلوك يحب يكون منهجه في السلوك ده في العالم هو كخادم، مين يحب يقول ايه؟ اتفضل. غير مواكب للطيارات اللي ماشيه، يعني الطيارات دي ممكن تكون مضلله فهو مش ماشي مع الطيار. ماذا خرجتم لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ مين تقالك على مين الكلام ده اتقال؟ على مين؟ على يوحنا المعمدان. ربنا يسوع قال لهم انتوا فاكرين هتروحوا تشوفوا واحد كده الهوا يجيبه كده يجي يوديه كده يجي؟ لا، ده راجل ذوه مبادئ ثابته وراسخه. اتفضل. نعم، انا مش شايف مين بيتكلم، مين اللي بيقول؟ يحب من كل قلب، يقدم محبة حقيقية، يعني مش مشارك قلب وجزء منه كده وجزء منه كده. مرسي جدا. اتفضل. يستقي من مصادر مناسبة، مش كده قصدك؟ شكرا. يعني مش جاي يقول الكلام وخلاص كده، بيبذل مجهود انجاز يعني القصد في كده، بيبذل مجهود عشان يجيب معلومة يقدمها للسن اللي بيخدمه، مش كلمتين جاي يقولهم وخلاص. اتفضل اخر واحد. قادر، شكرا، قادر على إقامة حوار مع المخدومين، يسمعهم، هم محتاجين اللي يسمعهم ويقنعهم، مش قصدك كده؟ ومديهم من وقته، مش جاي يأدي مهمة وماشي، لا دي حياة عايش فيها. جميل خالص. مين كمان يحب يقول منهجه كده هيبقى ايه في الخدمة؟ اتفضل. متفهم ومتفاهم، يعني متفهم اللي قدامه وظروفه وتصرفاته ناتجة من ايه، ومتفاهم يعرف ياخد ويدي عند الاختلاف مثلا لو تقصدي كده. جميل. ايه كمان؟ اتفضل. الامانة. تحبي تكون صفة من الصفات الواضحة في الخادم؟ الأمان. إنه يكون أمين في عمله، ما مش نص نص يعني. مرسي. تفضل. خادم عايش حياة الشكر، مقدر فضل ربنا انك يا رب دعيتني اشترك معاك ومع ابائي الرسل ومع ابائي اللي خدموا ومع اخواتي اللي اكبر مني اللي سبقوني، انا بنضم ليهم واخدم في حقلك كده، وتعتبرني من الفعلة. حاضر في ذهنه هذا الفكر في استمرار فقادر يشكر باحساس حقيقي. مرسي خالص، حاجة جميلة. ايه كمان؟ اتفضل. خادم ملتزم، عنده صفة الالتزام، مش معاده الساعة كذا يجي بعد الميعاد بقد كده، أو ما يجيهوش خالص، أو يا عم ما هو الدنيا كلها كده. لا، خادم ملتزم جاد، عنده عمل يعمله في الخدمة مديله كل تقدير وكل اهتمام بالتزام. جميل خالص. اتفضل.
مفيد يعني. يعني مش مؤثر يمكن قصدك، او بيقدم فرق يعني. بيفرق، بيعمل عمل. بس طبعا ده هيكون نتيجة بقى الأمانة والالتزام والصفات الحلوة اللي بيقولوها والاجتهاد في انه يجيب من مصدر موثوق منه، مش بيستسهل. الحاجات دي هتؤدي في وقت انه يكون بيقدم فايدة. جميل خالص. ايه كمان؟ اتفضل. يا سلام يا سلام يا سلام، جدا 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 من الحاجات الهامة خالص خالص اللي بتجيب أثر في اللي قدامك، انك انسان صادق. انت بتتكلم زي ما انت عايش، مش بوشين، مش بتقول حاجة وبتعمل حاجة تانية غير اللي بتقولها، مش عايش هنا بشكل وفي حياتك الخاصة بشكل تاني. مرسي جدا، حتى مهمة خالص. مين يحب يقول حاجة تاني؟ كل مبدأ من دول حقتنا كلنا نعيشهم يعني. اتفضل. جميل. مبدع، بصوا بقى عشان الابداع ده عامل لكم حيرة اكيد شوية. الابداع الى حد كبير ما نقدرش ننكر هو برضو ايه، موهبه، في قدر من الموهبه، لكن في قدر يعني قابل للتنميه كمان. بنتعلم بنتعلم، والحقيقه بذل الجهد في ان الحاجه تطلع بشكل فيه ابداع بيساعد الواحد. بمعنى ممكن تكون الملكه مش متساويه عندنا كلنا، ملكه الابداع دي، لكن انا عندنا مصادر دلوقتي كويسه جدا وكافيه جدا ان نقدر نستقي منها، من هنا ومن هنا ومن هنا، فنطلع بقيمه مبدعه. لان الابداع في بعض الاحيان ممكن يكون فكره زائد فكره زائد فكره زائد فكره، جمعت من هنا ومن هنا ومن هنا، فطلعت بشيء مبدع، واخد من هنا ومن هنا ومن هنا، فطلع بحاجه جميله جديده اساسها افكار مجموعه افكار متنوعه. ده نوع من الابداع ينفعنا احنا اللي ما عندناش الملكه دي، لكن نقدر نتعلم من بعض، ونقدر زي ما بقول نشوف من مصادر موثوق منها، ونقدر ناخد ونستقي منها ونجمع ونطلع بحاجه وفيها افكار جميله. جميل. واحب اضيف على الحته دي انه من الحاجات اللي بتساعدنا العمل الجماعي. اما بنشتغل كجسد واحد فبيكون فينا الشخص المبدع، وفينا الشخص المفكر، وفينا الشخص المصلي، وفينا الشخص النشيط يعني المتحرك، وفينا شخص الى اخره. مجموعه القدرات دي ومجموعه المواهب دي بتنتج في الاخر عمل متكامل، او في طريقه للتكامل على الاقل يعني. فالعمل الجماعي هنا او فكر الجسد الواحد اللي سلمه لنا الكتاب المقدس قد ايه بيثري الخدمه فعلا. حد يحب يضيف حاجه كمان؟ جميل كل اللي قلتوه، رائع، وكلها حاجات حقيقيه ومهمه جدا جدا. اجمع اللي قلناه، الخادم فعلا لازم يكون شخص صاحب مبادئ، ماشي في العالم بمبادئه السليمه المسيحيه اللي مبنيه على اساس. ليه؟ احنا في وسط عالم ثابت ولا متغير؟ تغيرات كمان مالها دلوقتي سريعه وصعبه. فيعني زي ما حد من حضراتكم قال، مش يعني مش هيجي كل شويه كده حسب الطيار، لا، هو عامل زي ما علمونا ابائنا زي السمكه الحيه كده العايشه يعني، اللي ليها حياه بتسلك في مسلكها حتى لو ضد الطيار اللي ممكن يجرفها لمكان هي مش عايزاه. الخادم محتاج يبقى كده، عينه على الهدف وعينه على الطريق وعينه على ربنا يسوع كده، البوصلة بتاعته. كل ما يلاقي الدنيا بتحول يرجع ايه، يوجه بوصلته تاني ناحية اتجاهه، مبادئه ثابتة وماشي قدامها باستقرار. الاستقامة، وهي يمكن ترجمة لحكاية ان واحد مبقاش بوشين. الاستقامة ببساطة يعني معناها ان اللي انا بقوله بعيشه، ومش كل ظرف من الظروف اتلون بلون، لا 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 لا، انا فعلا شخص مستقيم وبتكلم بحسب فعلا اللي في قلبي، ومش عايش في كل حياه بشكل مختلف
عن ماليش حقيقه يعني كده، مش بشكل حقيقي، لا انا حقيقي في كل وقت وبتعامل بصدق، واسف الكلمه هي كلمه شبابيه بس عشان يعني، وما بشتغلش حد، ما بقى يعني مش بشتغل المخدومين دول، لا يعني انا بقدم لهم قيمه حقيقيه. الخادم كمان يكون قدوه، وله قدوه، مهم قوي قوي قوي. الذين بلا مرشد كاوراق الشجر يتساقطون، مهم ليا قوي 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 كخادم. وانا ماشي بقى في وسط الهيصه اللي احنا عمالين نقولها دي، ان انا كمان ليا مرجعيه، ليا قدوتي، ليا مرشديني، ليا اب اعترافي، ليا حياه حقيقيه ثابته في ربنا. عنده فضائل في حياته وبيجاهد ونامي في فضائله وثابت في جهاده. مفيش حد مننا كامل، لكن احنا مسؤولين ان احنا نسلك بهذا الفكر. احنا مجاهدين في حياتنا، ناميين في فضائلنا، بنقتني اللي ناقصنا وبنسعى ليه، وبنكمل، نسعى في طريق الكمال، وان لم نكن قد كملنا ولكن نسعى في طريق الكمال. مهم قوي اللي انتوا قلتوه، خادم يكون ملتزم وليه كلمه، ولما يقول كلمه هي كلمته زي ما بيقولوا كده سيف على رقبته. انا طالما قلت انا ملتزم بكلامي. ويكون مفكر، لانه قبل ما يقول لابد يكون حسب ووزن كلمته. لكن الانسان اللي ملوش كلمه ما بيهتمش يكون مفكر، لانه هيقول الكلمه ومش مشكله عنده، لان لو اتقالت زي ما اتقالتش. لكن الانسان اللي له مبدا وقيمه لما بيقول كلمته بيبقى وازنها ومفكر فيها، لانه عارف ان وقت ما هيقولها هيلتزم بيه، هيلتزم بيه، لانه بيقدم بده فعلا قيمه حقيقيه للناس اللي بيخدمهم وبيتعامل معاهم، مش كلامه زي قلته او يعني في الهوى وكده وخلاص. وملتزم باداء مسؤولياته، يعني عارف مسؤولياته وملتزم بادائها جدا جدا جدا. هو فاهم ان دي قيمه كبيره خالص، مش قهوه يعني يا عم رحنا زي ما ما رحناش، قلنا زي ما ما قلناش، عملنا زي ما عملناش، هيجرى ايه؟ الحاجات دي كلها متلفه، متلفه للعمل. في المزمور 119 ايه جميله كده بتتكلم عن ان الانسان يكون سالك في شريعه الرب بالامانه وبالكمال. وفي رساله معلمنا بولس الرسول لاهل روميا يتكلم عن السلوك بحسب الروح. ف وفي كورنثوس الثانيه يقول كمان عن العثرات حاجه مهمه خالص، ولسنا نجعل عثره في شيء لالا تلام الخدمه. عارفينها الايه دي؟ دي في كورنثوس الثانيه الاصحاح 6 ايه 3، 2 كورنثوس 6 3. فمهم خالص ان عامل حسابي ان سلوكياتي وتصرفاتي قد تكون بعد الشر معثره لو انا مش واخد بالي. لسنا نجعل عثره في شيء لالا تلام الخدمه. انسان وديع، والوداعه مش ضد قوه الشخصيه. الوداعه ليست ضد قوه الشخصيه. امال ازاي بتحصل التركيبه دي؟ ان انا انسان قوي الشخصيه بوداعه. يعني لما بنتكلم بنتناقش باخد موقف، في حد بيعرض حد الخطر او الغلط وعايز اتصدى ليه، كل ده الانسان الوديع يعرف يعمله جدا بمنتهى الثبات. ولكن مش بنخش خناقات احنا وهنضرب في بعض ونجرح في بعض بقى ونقول كلام وحش على بعض ونعمل 100 خطيه في النص، ابدا. يقدر يكون ثابت وقوي ولكن بايه؟ باسلوب وديع، بدون ما يخرج عن اللي احنا بنتكلم عنه، مبادئه ومسيحيته وصوره المسيح الظاهره فيه. عشان كده عايز اقول انه الخادم كمان لابد يكون عنده مهاره مهمه جدا جدا، وهي انه يحسن كيف يختلف مع الاخرين. يعرف مهاره الاختلاف وفلسفه الاختلاف. عادي، احنا شفنا حتى في الكتاب المقدس اختلافات حصلت كده ما بين الناس وبعضها من الاباء العظماء. عادي، هو ربنا اصلا كنوع من التنوع زي ما قلنا جسد فيه عين وودن وايد، هو الجسد فيه اعضاء مختلفه اصلا، فده الهارموني اللي ربنا خلقه عشان يصنع تكامل.
فوارد. بس الخلاف اللي يحصل ده مش معناه، او الاختلاف اللي بيننا ده مش معناه انه نصنع خلافات وخناقات ومشاكل وناس شايله من ناس وناس ما بتكلمش ناس وناس محتده وناس بتعمل فرق. ايه ده انقسامات، دي انقسامات وضربات للكنيسه. خدوا بالكم مش حاجه اسمها كده. احنا في الاخر لينا هدف واحد وروح واحد وفكر واحد، ولو عندنا تعدديه في الحاجات دي يبقى محتاجين نقف كده ونفكر هو ليه. لكن في اساليب متنوعه، ابداعات زي ما كنتوا بتقولوا، طرق متعدده، توجهات في التنفيذ بتاع الفكر الواحد وتحقيق الروح الواحده وهكذا. ممكن في السكه بقى، عشان احنا بشر ومختلفين، بيحصل بقى ايه تقاطعات كده واحنا بنتعامل، رايين مختلفين، عده اراء في اجتماع خدمه، وارد. لازم نتعلم مهاره كيف نختلف وكيف نحترم اراء بعض وكيف نقبل انه في الاخر من الخمس اراء اللي كلهم صح. على فكره كتير من الاحيان موضوعات بتحتمل عده اراء وكلها تكون ايه، سليمه وصح جدا، بس في الاخر ساعه ما هنيجي نعمل هنعمل كام، هو حاجه منهم اللي هتتنفذ. ده مش تقليل ولا يعني اهمال لبقيه الاراء، لكن ده نضج في التعامل. عشان كده لازم نبقى فاهمين ازاي بنفكر في التعامل مع الاختلافات اللي بيننا. والخادم انسان مش بيسعى لاجل شيء ذاته، في ذاته يعني، لاجل شيء في ذاته، هو بيسعى لاجل مجد اسم ربنا، لكي يتمجد اسم ربنا فيه، لكي تظهر قوه ربنا في ضعفه، عشان يقدم ربنا للمخدومين. سلمتكم ما قد تسلمت، معلمنا كده معلمنا بولس الرسول، وهكذا. انا الحقيقه بقى حابب امشي معاكم شويه في مساحه مختلفه عن اللي اتكلمنا فيها، وهي ايه بقى، وهي الحاجات اللي بتحصل دي وبتظهر في تعاملاتنا مع بعض جايه منين بقى، ايه خلفيتها، ايه اللي وراها ومستخبي. يعني عايز اتكلم معاكم مش في وقت طويل، بتركيز كده، في اسباب السلوكيات اللي ممكن تكون بتظهر او التصرفات اللي ممكن تكون بتحصل مننا ومن اللي حوالينا، وازاي ده ممكن يساعدنا على توجيه نفسنا في طريقنا في الخدمة. عايز اديكم مثل وفكروا معايا فيه. لما بروح اعترف، اهو بعترف عند ابونا، بمارس سر التوبة والاعتراف، وبقول له مثلا يا ابونا انا بقع في خطية الادانة، ايه رأيكم، اعتراف حلو ولا لا ده، وصريح وواضح وجميل وامين ومستقيم، اهو الانسان وبينقي نفسه. فانا بعترف حقيقي انا بقع في خطيه الادانه، فبرافو جدا انك حسبت نفسك وكنت انسان امين وصريح وجريت على ابونا وقلت له يا ابونا انا واقع في خطيه الادانه، فانت مدرك ان دي خطيه مش حلوه ومش كويس ان تكون في حياتك وبتعترف بيها عشان تتخلص منها. لكن قصدي اقول ايه بقى، لما نيجي نبص بالطريقه اللي بقول لكم عليها، طب انا ليه بقع في خطيه الادانه، ايه رايكم، ايه اللي وراها، فكروا وقولوا، حد يقول، مفيش، مش هنخصم درجات من حد لو حد. اتفضل يا استاذ فادي. متاثر بسي، متاثر بمجتمع ما او وسط ما انا فيه، متاثر بده، فالعلاج هيحتاج، ما انا اعترفت طب عايز اعالج، فالعلاج هيحتاج ابص دي جايه لي منين، فمحتاج اغير وسط معين، ميبي ايه كمان. اتفضل. يمكن عشان بركز على المشاكل دايما بفكر نفسي انا الصح، فده لما ميرسي جدا. احتمال من الاحتمالات برضو ان انا شايف نفسي اصح من الباقيين، او زي ما حضرتك قلت بالظبط التعبير، انا الصح بالالف واللام والباقي مش، فدايما انا بنظر نظره يعني فيها ايه، تعالي كده للاخرين يعني. قد يكون انا شايف جوايا جدر كده اني شايف نفسي فعلا افضل من الباقيين،
فبحط نفسي في يعني في مكان يخليني احاسبهم واحاكمهم واحكم عليهم كمان. ففي جدر لما اجي اعالج حاجه زي كده عايز ادور عليه جه منين. فالتصرف او السلوك اللي زي حاجه مثلا زي الادانه كويس قوي اني قفشتها. تعالى بقى نكمل خطوه كمان مع بعض وده اللي هنحاول نعمله النهارده، اعرف طب ده جه منين، ايه في حياتي انتج ده. وبرضو هنا يجدر الاشاره انه في فرق يا احبائي في حاجتين، ما بين حاجتين، ما بين موقف وقعت بيه فيه وما بين سلوك عايش بيه. يعني ممكن تكون فلتة، فدي حاجة استثنائية كده في حياتي، وهنا يجب الحرص لألا تكون تعلوب صغير دخل حياتي فيبتدي ايه يكبر ويستمر. الحق اقفشه وطلعه. وقد يكون في الجانب الآخر ده سلوك ودخل بالفعل من فترة وكبر جوايا ومحتاج هنا طريقة علاج مختلفة شوية، لأنه مش مجرد أقفشه، ده محتاج كمان يتعالج بقى برضه، هحتاج أشوف جالي منين وأعمل إيه وأتدرب إزاي وهيساعدني في كده أطبع اعترافي. مثال تاني، إحنا أولاد ربنا ومتمتعين بنعمه أهو وفينا الروح القدس. أنتم إيه؟ هيكل، هيكل للروح القدس. وروح الله ماله؟ لا، يسكن فيكم. النص كده، أنتم هيكل، هيكل للروح، والروح ماله؟ يسكن فيكم. الزمن ده مهم بس يعني ليه مجال. طيب، وإحنا أولاد ربنا وفينا الروح القدس ومتمتعين بنعم ربنا دي كلها، ما بيجيش كده وقت وتتضايق من حاجة وتتعكنن تتقريف مودك يقلب بالرغم من كل الحاجات الحلوة اللي احنا بنقولها دي؟ فقد تجد انه في وقت انت متضايق مش مبسوط كده وجواك صوت يقولك ايه، الوصية بتقول انك لازم تكون فرحان. وصية ولا مش وصية دي؟ وصية بتقول انك ايه؟ لازم تكون فرحان. بس يا رب انا، طب انا مش عارف افرح، طب انا متضايق دلوقتي، طب انا حصل حاجة حواليا مضايقاني. ويبتدي ركزوا، يحصل جوايا صراع ما بين الاحساس اللي انا حاسه اني متضايق وما بين الوصية اللي بتقول لي خليك فرحان. طب انا مش عارف ابقى فرحان وانا بالفعل متضايق، والصوت بقى يجي جواك يقول لك يبقى انت طالما انت متضايق تبقى انت غلطان انك متضايق، يا اما بعد الشر يعني الوصية اللي بتقول خليك فرحان مش حاسة بيك ان انت ممكن تيجي تتضايق وتتعب. تحلوها ازاي دي؟ طب الاول احسن اكون بظلمكم، وانتوا بتتضايقوا برضو ولا ما حدش بيتضايق من اللي قاعدين عادي زينا يعني؟ ماشي اتفضل. ماشي مرسي، اكون عملي واشوف ايه اللي مضايقني، يمكن لما اعرف ايه اللي مضايقني احله فيهدأ الصراع وافرح وانبسط. شكرا. ايه كمان؟ على فكرة في حاجات كتير قولوا بس اتفضل. لا سوري، حد يحب يدي سؤال صعب انا عارف. اتفضل. ممكن اقبل ان انا ابقى متضايق. طب بس هيجي جواك كونفليكت كده صراع يقول لك بس انت الوصية بتقول خليك فرحان يبقى انت مقصر عشان انت مش عارف تفرح دلوقتي. اتفضل. لو انا ما ساعدتش مش هحس بالفرح. جميل. نظرة إيجابية حلوة. حد يحب يضيف حاجة؟ أتفضل. أنا كنت
اتفضل. ميرسي. طبعا ده حل امن جدا، ميرسي جدا ان انتوا بتفكروا بالطريقه دي. اثنان خير من واحد. روح لمرشد روحي، ان كان خادم كبير ولا ابونا اب اعترافي كده، ولا اب من الاباء اللي ممكن يكون مرشد ليا بالاضافه لاب اعترافي، وارد يعني اساله في الحاجات اللي زي كده، ابونا اللي ماسك الخدمه اللي بيشرف على الخدمه اللي انا بخدم فيها او حاجه شبه كده. جميل، حلو جدا. اقول لكم بقى ايه اللي بيحصل، وبعدين تعالوا نشوف نعمل ايه. اما بنتعرض لهذا النوع من الصراعات الداخليه اللي بتبقى انت عايش باحساس معين وفي فكره تانية يعني بتضغط كده وتقول لك انت غلطان اصلا انك تحس بالاحساس ده، يبدو ان الانسان بيلجا لحاجه من اثنين وقتها كده، يعني لا اراديا، يلجا لما يسمى حيل دفاعيه لا اراديه كده اهو، والاقي نفسي يا اما حصل عندي نوع من الانكار وانكر اني متضايق، لا انا مش متضايق ولا حاجه، ومحدش يقدر يضايقني. مش بتسمعوا الجمله دي؟ او محدش يقدر يضايقني دي، يعني ليه؟ مين يعني حضرتك؟ وده اسمه ايه؟ دينايل او انكار. ده انكار، لا الحقيقه ان انا متضايق، الحقيقه ان انا متضايق. ما انكرش، المفروض اعترف بده حتى قدام الناس. ومين قال اني متضايق؟ وابقى متنرفز ووشي كده اهو، ويجي يقول لي انت متضايق ليه؟ مين اللي قال لي متضايق؟ وانت يا ابني ده انت هتاكله. مين اللي قال انك متضايق؟ ده انت كل حاجه فيك بتقول انك متضايق. طب متنرفز ليه؟ انا ما اقبلش ان حد يقول لي ان انا متنرفز، يعني انا ما اقبلش ان اتشاف ان انا متنرفز، فتنرفز ان حد بيقول لي ان انا متنرفز قال وانا ما بتنرفزش، لا ده انت متنرفز ونص وعلى الاخر يعني خالص خالص. يا اما ابتدي بقى اعمل اسقاطات وبتاع ومش عارف ايه، واقول ما هو الناس بقى تضايق، ما هو مش عارف يعني معلش انا اسف في السؤال، هو حضرتك ممكن تتضايق من غير ما يكون في سبب يضايق كمان؟ يعني ما هو اكيد في حاجه تضايق. احنا عايزين نقول المحصله ان ايه؟ في مضايقه حصلت، عشان فعلا اعرف اشوف ايه سببها ويمكن اعرف كده اعالج. لكن خدوا بالكم دي حاجه من الحاجات اللي ممكن تحصل. الحاجه الثانيه اللي ممكن تحصل اني اتخذ سلوك شكلي مش حقيقي عشان ابان مش متضايق، والمضايقه قاعده جوايا وما اتعالجتش. ودي بقى موضوع تاني بس مش هنتكلم فيه خالص، ما بين بقى الذات المثاليه والذات الحقيقيه. يعني مثلا بس عشان تبقوا عندكم فكره، بس مش هنخش في القصه، يعني مثلا كل واحد من حضراتكم في بيته في اوضته في حياته الشخصيه بتكون ظاهره الى حد كبير ذاته الحقيقيه، لكن ما فيش شك في المجتمع الخارجي في التعامل مع الناس والاوساط في الجامعه في الكنيسه مع الاصدقاء، الصوره الحقيقيه قوي دي بتبقى مش باينه قوي كده، بتبقى باين صوره اكثر ايه؟ مثاليه منها. ما بين الذات المثاليه اللي بتظهر وما بين الذات الحقيقيه اللي هي بجد جوايا فيه ايه؟ مسافه. فحياه كل واحد مننا كلما اتسعت المسافه دي زادت الصراعات الداخليه. كل ما الذات الحقيقيه بقت قريبه من المثاليه اللي بتظهر قدام الناس، يعني كل ما انا بقيت حقيقي اكتر في كل الاوقات، وكل ما كانت حقيقتي دي انا مش بخجل منها لانها فعلا حاجه فيها بقت صوره ربنا ظاهره فيها وبقت قريبه بعيده عن عينين الناس عن اللي شايفاها الناس، بقت قريبه من بعضها، كل ما الصراعات الداخليه جرارها ايه؟ قلت. فلما انا اعرف ان في حياتي او اكتشف او اخد بالي ان في حياتي فيه صراعات، اعرف انه غالبا مش هنقدر طبعا نقول ان ده السبب الوحيد، لكن غالبا في فرق ما بين ايه وايه؟ ما بيني وما بيني في فرق. ما هو لازم هيبقى في فرق، يعني لازم، بس هو كل ما الفرق اقل كل ما الدنيا بقت اهدى شويه. يعني الاتجاه الثاني اللي ممكن تلاقي نفسك رحت له ان ابتديت تاخد تصرفات شكليه عشان تخبي بيها حقيقه انك متضايق، بس الحقيقه انه جواك
فيه غضب، فيه مضايقه، في حاجه ما اتعالجتش محتاجه انها تتعالج. ولو فضلت مكبوته كده ما اتعالجتش هتتراكم، وممكن في مره يحصل نوع من الانفجار، وده احد الاسباب اللي بتخلي ردود فعل البعض مننا عاليه قوي في موقف ما يستاهلش كل رد الفعل ده. كل دي امور مؤثره في سلوكياتنا جدا، وجذور موجوده. لازم اما اجي ابص ورا اللي بيظهر فيه ايه مستخبي بيخلي ده يحصل، فابتدي اعرف اعالج علاج حقيقي، سواء في اقتنائي للفضائل، سواء في علاجي للحاجات اللي فيها نقص زي دي كده، عايزه لخبطه يعني، عايزه ايه تتظبط. جانب اخر وده مهم قوي، اثناء حياتنا من واحنا صغيرين، دي مرحله كل اللي بيحصل فيها بيرمي كده اثر جوانا من وانت طفل صغنطط خالص، من اول ما ابتديت تروح الحضانه والمدرسه وتتعامل مع مجتمع خارجي والجيران ومش عارف مين واسره مدارس الاحد، كل موقف بقى لحد النهارده الحاجات دي عماله ترمي اثار كده عندنا. فقد يكون الانسان اتعرض في مراحل نموه لبعض الاحداث والظروف اللي اثرت في تكوين شخصيته، والاحداث دي ارتبطت في ذهنه بمؤثرات معينه تعرض لها. بمعنى ايه؟ مثلا في حالتين يعني فرعين كده اللي هقوله ده، طفل عايش في وسط منتقد باستمرار، يعني الاسره والبيت وكده كثيرين النقد، كل ما يعمل حاجه ينتقدوه، كل ما يعمل حاجه ينتقدوه، مفيش عمل كامل، فبالتالي في دايما مجال لايه؟ للانتقاد. لو جاب 9 من 10 فهيقولوا له ليه ما جبتش 10، وان جاب 10 من 10 مش هنبص لده وهنقول له ما جبتش في بقيه المواد النمر النهائيه ليه، وان جاب في بقيه المواد النمر النهائيه هيبقى فيه اوضتك مش مترتبه ليه، وان اوضته ترتبت هيبقى ليه في فيروس كورونا في الجو مثلا، اي حاجه حتى لو ملهوش لازمه يعني. يا عيني بقى، والنوع ده بجد امان، النوع ده بينشا عنده احساس بالجلد بالذنب من حاجات هو ملوش يد فيها باستمرار، مش عارف يشوف بقى اللي احنا كنا بنقول عطيه ربنا ونفرح بيها و و و، اتربى في جو من الذنب. دي حاله وصعبه شويتين. والحاله الثانيه اللي في نفس الاطار، ان الشخص يعني وهو لسه في مراحل نمو اللي بيتكون فيها ثقته بنفسه وكده، اما يجي يعمل عمل مثلا وفرحان بيه وبيوريه لحد، بس مش شرط يكون عايش في جو من الانتقاد، لكن اتعرض لموقف، ده موقف ووراه لحد، فقوبل بايه؟ بتهكم، باستهتار، بتقليل من قيمه العمل، وبالرغم من كونه موقف الا انه بيسيب اثر جوه هذا الطفل. الطفل لسه عضمه طري ما يستحملش كده، وكان مستني حاجه وبعدين اتصدم في حاجه تانية. اللي بيتعرض بقى لمواقف زي دي او اللي عايش في جو زي ده، تلاقيه ما يكبر بقى ويخش الخدمه كده ويبتدي بقى يتعامل مع جو خدمي، عنده امين خدمه، يجي بقى امين الخدمه مثلا في التحضير يوجهه توجيه او يقول له حاجه او يقول له دي كانت المفروض تتقال كذا او مش عارف ايه، يدوس على ايه من غير ما يقصد امين الخدمه بقى؟ على كل كلكعه ايه؟ الانتقاد اللي هي موجوده في حياته من صغره ديت. لانه هذا الاخ او هذه الاخت مرتبط في ذهنها انه التوجيه هو نوع من انواع الانتقاد، او ما يعرفش حاجه اسمها توجيه، هو يعرف ان ده اسمه ايه؟ انتقاد. ف يتوجع عشان الحته دي، تعبانه جواه، موجوعه، فيبتدي ياخد موقف من امين الخدمه او من ايا كان مين اللي وجه له هذا التوجيه يعني او هذا الانتقاد.
الحوار، لان ده شيء مؤذي لنفسيته، فنلاقي رد فعل عدائي وسلوك اجريسيف جدا. في ايه؟ ايه اللي جرى؟ مفيش حاجه تستاهل ده كله. هو فعلا، لكن في حاجه متراكمه ومتكونه وجوايا مخلياني بتعامل مع الناس في مواقف مش مقصود منها ان فيها اي اهانه ليا، بس انا عندي ارتباط في ذهني انه هذا التوجيه معناه ايه؟ انا مش عاجبكم، انا ماليش قيمه، انا كل اللي بعمله مش متقدر، مع ان مش دي الحقيقه. فيجي مثلا واحنا بقى نازلين خدمه يبتدوا يعني يوجهونا ويقولوا لنا خدوا بالكم الخادم مطالب بكذا وكذا، هو بيرموا كلام عليا. لا، ما حدش هيرمي كلام عليك خالص، بس انا مربوط في ذهني كده. فانا اول ما اسمع الصوت ده جوايا، اول ما احس بالمضايقه دي جوايا، اول ما الحاجات دي تطلع جوايا، اقفش على طول ان في ايه، في حاجه مربوطه جوايا بده. فانا هاجي اقعد اعالج في السطح وسايب ايه؟ الجدر. زي مثل بحب اقوله دايما، بعد الشر عنكم. لو حد عنده حساسيه من اكله معينه او نوع فاكهه او اي لبس معين او حاجه زي كده، تعرفوا الحكايه دي؟ فلو انا جبت المرهم او الكريم بتاع علاج الحساسيه وفضلت اكل نفس الاكله اللي بيجيب الحساسيه، ايه النتيجه؟ ممكن اعمل تلطيف وقتي للحساسيه، لكن كعلاج ايه؟ ما تعالجتش. عشان كده في سلوكياتنا خدوا بالكم من الحته دي مهمه، احنا احيانا نعالج الظاهر ما نعالجش الجدر او السبب. مين قال لنا الحكايه دي؟ في القرن الاول الميلادي، قبل اصلا ما يعرفوا اي حاجه من الحاجات دي خالص، في رساله من رسائله. وقال لنا ايه؟ جربوا، مفيش مشكله، جربوا، مش هتطلع حاجه وحشه. هنقول حاجه اكيد من الانجيل هتطلع حلو. طب حرام، عشان ظروف الضغط اللي انتوا فيه. معلمنا بولس الرسول قال تغيروا عن شكلكم بايه بقى؟ ايه جدل ده؟ طب ده الذهن ده حاجه جوه وبتفكر وبتعمل، وانت جاي تقول لي معلمنا بولس الرسول تغير عن شكلك، يعني تصرفاتك وسلوكياتك وشكلك. قول لي غير شكلك. لا، بصوا الحكمه. ده قال اللي هيغير شكلك ايه؟ طريقه تفكيرك، ذهنك. لما ده الكونسبت بتاعه هو اللي يبتدي يتغير، هتلاقي ظهر في شكلك التغير، ظهر في سلوكك التغير. بقى التغير حصل من جوه، مش حاجه ظاهريه، مش انا بقيت بصطنع عشان رايح الخدمه اني اظهر. لا لا لا، بقى جوايا قناعه، انا فاهم ومقتنع وحابب اعمل كده، لان من جوايا بقى فيه تغيير حقيقي. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. خدوا بالكم بقى من الحاجات دي. في كتير، انا اديت مثل يعني، لكن في حاجات كتير زي كده تحصل، انه اتعرض لموقف يضغط على ايه؟ على حاجه مربوطه جوايا محتاجه انتبه لها واشوف جدرها فين عشان نبتدي نعالج اساسها. مثلا من الارتباطات بقى الجميله الايجابيه، جه الكتاب المقدس يعلمنا، فقال معروف انه لما هتتعرض لحاجه تؤلمك هتبقى مبسوط ولا مش مبسوط؟ يعني حد حاجه بتوجعك هتبقى مبسوط؟ المفروض مش تبقى مبسوط، مش ده الطبيعي؟ عمل لنا رابطه عكسيه بقى، قال طب تعالوا اقول لكم الالم ده ممكن يعمل ايه. ده طريقه من طرق العلاج اللي معلمها لنا الكتاب المقدس في القرن الاول الميلادي. قال ايه بقى؟ قال معلمنا بولس الرسول لذلك اصر بايه؟ بالضعفات والشتائم. طب خلي حد يشتمك كده، طب خلي حد يهينك، طب خلي حد يتريق عليك، هتبقى مبسوط ان شاء الله؟ معلمنا بولس الرسول بيقول لك لذلك اصر، بنبسط بفرح بالضعفات والشتائم، الوقت اللي ببقى فيه ضعيف يعني، ويعني
يعني زي انه مقبوض عليه مربوط كده يعني. والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات، ايه اللي بيبسطك بقى؟ احنا لو هنبص للموقف ده من بره نقولك انت يعني اخطيت، طبعا اخطيت، ده مش طبيعي. لكن بصوا التفكير ازاي بقى، ازاي الارتباط بحكمة والرؤية وتغيير الذهن قدر يطلع من الجافي حلاوة. راح مكمل وقايل: لذلك أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قلب الدنيا. وما ضحكش على نفسه وما صبرش نفسه بكلمتين، لا، هو فعلا لقي المبدأ اللي على أساسه عرف يربط كل الحاجات اللي تضايقنا دي بأنها تخليه إيه؟ فرحان. وعلى فكرة الكلام ده اتكرر أكتر من مرة، يعني الرسل مثلا يقول لك: وذهبوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن، يا خبر أبيض، ده يقول لك ده احنا ما كناش نستاهل. وبعدين في رسالة فيليب يقول لك: وهو بقى لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا فيه بل تتألموا لأجله، بقت موهبة. شوفوا ازاي الفكر بقى. معلمنا بولس الرسول في المبدأ ده رسخ فكرة، أنا ربطت إنه ده لأجلك يا رب، وانت ياما لأجلي قدمت وعملت، أنا بقيت بشترك معك. مش قالها دي برضو قبل كده؟ فالنظرة والربطة اللي في الذهن بقت عارفة تخليه يفرح ويصر بالضيقات والاضطهادات والحاجات اللي قالها دي كلها والضعفات وإلى آخره لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. حتى مفهوم الضعف ما بقاش أنا فرحان إن بالضعف، لا، ده أنا فرحان إني بقيت قوي من خلال الضعف الظاهري ده اللي باين قدام الناس. إنه إيه؟ مش فاكرين الترنيمة الجميلة اللي عملوها بتاعت الصلب ما كانش؟ آه، دي فيها فكرة، يعني الترنيمة دي بتقدم فلسفة. لا، ما كانش ضعف. عشان كده برضو نفس معلمنا بولس الرسول قال: حاشا لي أن أفتخر إلا بالصليب ده، على فكرة، اللي هو لليونانيين جهالة والمش عارف مين إيه وهكذا. فأصبح يصر بالشتائم والاضطهادات لأنه بقى قوي فيها، بقى شايف. على فكرة أنا كنت أعرف أرد لكن مش برد، وما عادش فارق عندي. أنا كنت أعرف أعمل وسوي، ما بقتش بعمل وسوي لأن ما عادش ده فارق عندي. بقت القيمة عندي حاجة تانية جدا، وأنا حاسس بالقوة الداخلية إن عندي ده ومش مهتم بيه، واللي بيعملوه فيا مش مهتم بيه. عرفت أكون فوقه، وعرفت أكون بالحاجات اللي بتحصل دي مش حاسس بأي إهانة، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. من هنا ابتدى التغيير يحصل جوه الذهن، وحسابات الأمور تختلف، وابتدت تيجي السعادة. عشان كده إحنا لما بنتعلم مثلا، يعني هديكم مثل عملي خالص، لما بنتعلم في الخدمة إن الخدمة تعب فيها ماله؟ بركة. إنه الخدمة اللي ما فيهاش تعب ملهاش طعم، إن وهكذا. أما أتعب بقى في الخدمة هبقى مبسوط ولا مش مبسوط؟ مع إنه هو إيه؟ تعب. مع إن آسف يعني لما بيقولوا لي في البيت: وضب سريرك أو اغسلي لي المواعين النهاردة أو بتاع، ببقى إيه؟ متضايق، عشان الكونسبت بتاع التعب متعب بالنسبة لي. لكن لما ابتدى الذهن يرتبط فيه بمعنى عميق حقيقي مبني على أساس، اتحولت الأمور المتعبة والمزعجة لأمور إيه؟ مفرحة. بقى لما أبقى في خدمة أو في أسرة أو بخدم أي نوع، وبقيت الخدام اللي معايا مش متجاوبين قوي، فأنا حاسس إن أنا يعني شايل شيلة أكتر، بدل ما بعترض وبتشال واتحط وهو كل حاجة عليا هو مفيش غيري، بقيت بقول إيه؟ مرسي يا رب، أشكرك على البركة دي، يعني كتر خيرهم وراهم من شغلاتهم أو في أي حاجة هم مش قادرين يدوا، سمحوا لي بإني آخد بركة أكتر. شوفوا الارتباط في الذهن هنا بقى، ما بقى إيجابي وروحي، بقى عامل إزاي.
حاجة كمان من حتة الارتباط دي مهمة برضو أوضحها لكم يعني بعد إذن، ولا كفاية عشان أنتوا فرهضتوا شكلكم؟ هو يعني هو الفكرة وصلت، ممكن نكتفي بكده؟ لا وقت إيه حرام. طب نقول بسرعة جريجة، نقول حاجتين قصاد كده بسرعة. برضو عشان دي حتة مهمة لينا في الخدمة. الحاجات اللي ليها قيمة عندنا، شوف يا سيدي، خلي انت بتتعامل مع حد بعيد عن الكنيسة شوية وعاوز تشجعه يجي الكنيسة، خد بالك هو فين، هو في انهي حتة. ليه؟ عشان ممكن اعمل تيست صغير كده في دقيقة، يعني حد يديني مثلا، لو انت هتدعي حد سن ايه مثلا، اعدادي، كويس، 75 اعدادي، هتدعي حد في اعدادي ولد او بنت بعاد عن الكنيسه، ما لهمش قوي في الكنيسه، ما لهمش في جو الكنيسه ده خالص، يعني ايه 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 ممكن ايه اللي تقوله له تقنعه بيه او تشده انه يجي الكنيسه؟ اتفضل. يكون ملعب كوره مثلا، حاجه هو بيحبها، بعدين اقول له تعالى بقى انزل معايا مثلا. انا عارف انه مهم عنده، هو من اهتماماته حكايه ايه؟ الكوره. فروحت قلت له احنا على فكرة احنا في الكنيسة كمان بنحب الرياضة، وده احنا عاملين ملعب وحلو قوي على فكرة، لو انت بتعرف تلعب احنا عاملينه عشان اللي عندهم موهبة لعب الكرة زيك. طب ما ايه رأيك احنا عاملين دورة، تعالى اشترك معانا في الدورة، وبعدين بقى كمل شغلك، مدخل حلو. ايه كمان؟ بس اوعى الواحد يتوه، يعني اوعى يجيبه يلعب كرة طول عمره خلاص، يعني دي مدخل، خلينا ناصحين هنعرف نعمل ايه. اتفضل. رجعنا خطوة، حاضر. طب اكمل النقطة اللي احنا فيها ونرجع لها. حاضر. طيب برضو عشان حرصا على الوقت، ايوه مهم جدا، وانت بتكلم حد اعرف بتكلمه منين، عشان ايه اللي عنده قيمة فيه. يعني لو حد لسه ملهوش علاقة قوية بربنا ولا عارف عمق الكتاب المقدس والأسرار الكنيسة، لما أنا هاجي أكلمه من الحتة دي، طب أنت قدمت له بالنسبة له حاجة هو فاهم قيمتها؟ ما لسه ما وصلش لده، تديله من الحتة اللي ليها مدخل عنده يعرف يجيبه، بس كمل معاه. قصدي أقول لكم إيه؟ إنه إحنا كمان جوانا حاجات لسه قيامها ما اتظبطتش قوي، حاجات قيمه قوي بس لسه قيمتها ما اتكونتش، محتاجين نشتغل في ده. وحاجات عندنا تبدو قيمتها عاليه وفي حقيقتها هي ايه؟ بسيطه القيمه. دي حاجات عايزين نشتغل جوانا عليها. مش طول عن كده، نرجع للحته بتاعت الشتائم والضرورات وكده اللي قالها معلمنا بولس الرسول. هو قال ايه؟ قال، شكرا، اتفضل. قال انه انا عرفت اشوف انه لاجلك يا رب، عشان انا بكرز باسمك، هاضطهد، هاهان، هتسجن. انا الحاجات دي في الطبيعي لو كانت حصلت لي كنت هتضايق واتعكنن، بس طالما حصلت لي علشان انا بكرز باسمك، بوصل اسمك للناس، فبأضطهد وبأشتم وبأوهان ومش عارف ايه، اصبح ده شيء بالنسبة لي معناه مختلف عن معنى الألم والإهانة والاضطهاد في الظروف العادية. انا بقيت فرحان اني ممكن اهان لأجل اسمك، لان انا كنت اقدر اعمل واسوي مش هعمل كده، انا سايب الامور ليك. وزي ما انت يا رب اتقبض عليك وتأيدت بالقيود وتحط في راسك اكليل سوك واتجلدت وكشاه من قادة للذبح ما فتحتش بقك، فانا شايف ان انا بقيت متشبه بيك، فده بالنسبة لي بقى شيء ايه؟ يفرحني. قدر يلاقي الكونسبت بتاع ازاي بقى الألم ده
يخرج منه فرح. اتفضل. ماشي اتفضل. انا بس قصدي اقول اوضح حته معينه كنت بتكلم فيها ازاي مهاره اني اعرف اشوف ارتباطات تخلي الامور بالنسبه لي ما عادتش بتضغطني وتضايقني. لكن طبعا افرض انت في شغلك مثلا ويعني وليك حق في ترقيه في علاوه في غيره، هل ما تطالبش بيها؟ طالب. هل لو حد جاي على حقك مش أوه. مفيش مشكلة، بس بروح ايه؟ زي ما كنت بتكلم اللي هي فلسفة او مهارة الاختلاف. انا مش هخرج عن مسيحيتي ولا عن ودعتي مثلا وانا بطالب بحقي، او هشتم بقى الناس وهخبط وارزع ومش عارف ايه وهجيب بقى ناس تكسر الدنيا كده، انا خرجت عن سلوك المسيحي. عشان كده احنا محتاجين كمان، رجعنا بقى للنقطه اللي كنا فيها، نرتب الحاجات ذات قيمه في حياتنا. فمثلا جه ربنا يسوع قال لنا اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياه الابديه الذي يعطيكم ابن الانسان، لان هذا الله الاب قد ختمه. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياه الابديه. فاصبح في فكري انا كانسان مسيحي وكخادم ان الحاجه اللي ليها قيمه مش الطعام البائد، مش المادة والمش عارف ايه والمظهرية، لا، بقى في قيمة عندي كبيرة جدا هي الحياة الأبدية. من هنا عايز أقف معاكم لحظة نبص الحاجة بتحصل برضو ولازم بإذن ربنا فاهمينها قوي، وهي تدخلات عدو الخير وتشويشه في الحاجات اللي زي كده، لأنه بخبرته في التعامل مع البشر هو فاهم اللي احنا بنقوله ده كله، فبيعرف يدخل يحارب الإنسان من نقط ضعفه اللي زي دي. فمثلا ممكن يستغل بعض الخلفيات اللي احنا بنقول عليها، بعض المفاهيم اللي لسه مش متظبطة ويلعب عليه، يعني بيدينا منطق مغلوط والمنطق المغلوط ده مقنع. عمل كده مع مين مثلا؟ وفين كمان؟ فين من زمان قوي؟ مع مين؟ ايوه، عمل كده مع حواء في البدايه خالص، في البدايه خالص عمل ايه؟ قدم لها منطق فاجئها كده، قال لها، قال لكم لا يا ستي مش هتموت ولا حاجه، انت عارفه لما تاكلوا هيجرى ايه؟ هيجرى ايه؟ ايه اللي هيجرى؟ هتصيران مثل الله عارفين الخير والشر. قالت لك الله، طب ما دي حاجه وحشه، طب وليه ما كلش بقى؟ ده انا هبقى زي ربنا، هو مخبي عني الحته ديت. عشان كده ابونا لما بيجي يصلي لنا في التحليل، في ثلاث تحليل، اول تحليل منهم بنقول كده يا رب الذي اعطانا السلطان ان ندوس الحياه والعقارب وكل قوه العدو، بدد عنا كل معقولات الشريره والمقاومه لنا لانك انت هو ملكنا، بدد عنا كل ايه؟ خدوا بالكم من الكلمة معقولاته. معقولاته يعني ايه؟ المنطق اللي بيقدمه، معقولاته الشريرة والمقاومة لنا، لانه كتير بيلعب معانا اللعبة دي في حروب الفكر. بصوا، حابب حضراتكم تعرفوا حاجة مهمة جدا، ليس لعدو الخير ولا كل مملكة الشيطان سلطان على ذهنك. هقولها تاني، ليس لعدو الخير ولا كل مملكة الظلمة سلطان على ذهنك. ما يقدرش يتحكم في ذهنك، لكن يقدر يعمل ايه؟ يبيع لك فكره وانت اشتري، زي ما عمل مع حواء. لن تموت هتصيران كالله. مين اللي قال دي حاجه كويسه؟ معلش اقول مثلا، زي مثلا مضغوط في الامتحانات ومش عارف ايه والدنيا كده يعني ستريس عالي فيها شويه، يعني اما بشوف بقى فيديو مش حلو ولا حاجه زي كده، او بعمل تصرف جسدي مش سليم مثلا ولا حاجه زي كده، بحس بايه؟ بالريلاكسيشن.
بحس بارتياح. فآه يعني ما دي حاجة بتريحني، هو ربنا هيكره لي الراحة؟ والأسف حد برضو مضغوط ولا متوتر، ودي للأسف مدخل كتير للخطأ اللي هقوله ده. راح مثلا شرب حاجة، تعاطى حاجة، حس بإيه؟ بارتياح. كتير بدو بعد الشر عنكم وعننا كلنا يعني، بدو مثلا رحلة إدمان بسبب وقت ضغط وحد جرب، قال له جرب بس وهترتاح، فارتاح. معقولاته الشريرة، خدوا بالكم من الحتة دي خالص خالص، عشان ما نتخدعش ونتجرجر في حتة ايه اللي يريحنا. لازم نبص ايه اللي هيفيدنا، ويا سلام لما نوصل لمرحلة ان اللي يفيدنا هو نفسه اللي يريحنا. اقولها تاني ولا خلاص فرهضته؟ طب اقولها دي تاني بس عشان تاخدوا بالكم. نوع من انواع الصراعات اللي بتحصل جوه الانسان ما بين ايه بيريحني وايه بيفيدني، ويفضل فيه شد وجذب، اميل للي يريحني وبالذهن عايز اعمل اللي يفيدني، ويبقى هذا الصراع مستمر الى ان ينمو الانسان في رحله نضوجه ويصل الى مرحله ان يتحول ما يفيدني هو ما يريحني، وعندها يرتاح الانسان من هذا الصراع، لانه وقتها هيعمل اللي يفيده فيرتاح.